طبعا الحب درجات وطبقات، وفي حب صحي وفي حب مرضي وفي حب للصغار وفي حب للكبار وفي حب الرجل وفي حب المرأة. الحب يعني فيه تصنيف كبير، لكن إذا بنتكلم عن الحالة المرضية فإحنا قاعد نتكلم عن التعلق. والتعلق معناته إني أنا يعني الريحة اللي أشمها، النفس اللي أتنفسه، الصورة اللي أشوفها، ما أشوف ولا أعيش إلا شكل وصورة الحبيب. وين ما أروح وين ما أتمشى أشوف قدامي خيال اللي أحبه. أقعد أفكر كذي ساعة ساعتين ثلاث بس أفكر في اللي أحبه. طبعا هني أنا وصلت لمرحلة التعلق، وبالتالي لو هو غاب أو ما سأل عني أو ما شفته أنا تيني حالة مرضية، ما آكل، لا أتريق ولا أتغدى ولا أتعشى، أحط راسي بالليل بنام أتقلب مثل السمكة في المقلة، زين ما ينام أبدا الشخص، يتقلب 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 يتقلب، فجأة ولا صار الصبح. هذه كلها من علامات التعلق. طبعا التعلق ما في فرق كبير بين الرجل والمرأة، يعني لو رجل تعلق بمرأة ولا مرأة تعلقت بريال في الغالب المواصفات واحدة، لكن الفرق اللي بينهم إن الرجل لما يتعلق يتعلق بالصورة، المرأة لما تتعلق تتعلق بالمعنى. وفي فرق، يعني الرجل يأسر صورة المرأة، شكل المرأة، جمال المرأة، جاذبية المرأة تأسره، يصير وين ما يمشي وين ما يتحرك على طول هي في مخيلته. المرأة بالنسبة لها وإن كان الشكل مهم بس تعلقها في المعنى، مثلا تتعلق باحترام الرجل لها، بتقدير الرجل لها، بحسن معاملة، هني يصير في تعلق ويصير تفقده. وأحيانا تفكر فيه بالساعات. أنا أعرف حالات فقدوا التعلق أو دخلوا في التعلق فياهم اكتئاب وصاروا يراجعون في عيادات الأمراض النفسية بسبب التعلق. في يوم من الأيام أنا قصة قريتها من زمان، بن سينا راح يعالج واحد مريض ويابه حق هذا المريض دكاترة وأطباء وما حد عرف يعالجه. لما راح لبن سينا مسك النبض وبدأ يتكلم معاه، فكان يقول له قل لي أسماء المقربين حولك، فلما ياب اسم اللي يحبها زاد النبض عنده. فعرف بن سينا انه هذا مرض عشق ومرض تعلق مو مرض حب صحي.